هاي البنات، كيفتم؟ لاباس بخير؟ مزيانين كلشي؟ وداك كنتمنى تكونوا كاملين بكم بخير مزيان. انتما كتفرجوا هذا الفيديو ده. المهم الفيديو اليوم هو البارح صورت لكم البرانك، واليوم خارجين ان شاء الله يا ربي الحبيب غنمشيو نخيمو. بلا ما تسقسوني علاش مقبطه انا الدرجه فريمون فيا برد. شوفوا دالي مسكين شنو عملتلو مقبط. فحبيت نعمل فيديو اولا حيت انا في اليوتيوب اصلا نهار ملي دخلت اليوتيوب قلت لكم كيعجبني نخلد التجارب ديالي والحاجات اللي جربتهم اول مره، بغيت نعمل لهم فيديو ونخليهم في اليوتيوب في داك نعقل عليهم دائما. ثاني حاجه حيت بزاف البنات قالوا لي سريم حنا بغينا نشوفوا داكشي بحال الافلام في الانستغرام، كتصيفطوا لي ميساج داكشي. ف يعني بجوج بهم عصفراني بحاجه، الصراحه الجو مغيم بين غدا حشتا، حنا في نص شهر 10 وما يمكنش البرد اللي كان. انا قطعت الفيديو حتى جيت نطلق الاغنيه كخصني يضربوني بالكوبي رايت على ديك الشيء، فما يمكنش شحال البرد كاين وحنا في نص شهر 10. قسم بالله البرد ديال بصح. شوف الجو كش عامل، حنا عاد طلعنا من الباركينغ وصافي. خليكم معايا نمشيو تما ونكتشفوا البلاصه. قالوا لي صراحه بلاصه مزيونه وفي بلون. شوف كش عامله، سو ليتس جو. بصراحه محمسه، جبنا الحوايج بطانيات كلشي. ما فينا واحد الناس ماشي عادي، مشكلة الجو مزيون، الغيمات مزيونين، واحد الجو فنين. عرفتو نعس انا وداري في اللور ديال الطنور، واحد المود نعس ماشي عادي بكثرة الإرهاق. داشي صراحة حنا شغل نطرق بقى موصلناش. يلا اختي زيدو طرق فن الصراحة منظر واعر، حق نعس النوم رهيب. انا ركب منظر ما شاء الله. في الحقيقة أجمل بكثير من الصورة، أجمل ما يمكنش. ما شاء الله. فعلا صراحة جينا لقيناهم كيطلعوا هاد الديوان كلسقهم باقي عاد كيعدلوا ياكو. ومنظر خرافي كيحمق ما شاء الله. كاين صوت الماء من تما، كنظن غادي يكون شي بحيرة تمايا قليلة كنا ما جينا عليها. احنا جينا بطريقة اخرى، مهمة علينا. شوف ما شاء الله، والله في الحقيقة كتبان بحالنا مرسومة. واحد ديك الشريطة دايزين في البيض بحالنا مرسومة ما شاء الله. المهم ها انا كنحاول نصور لكم منظر قبل ما تمشي بحال الشميشة. وهادي هنا المنظر ما شاء الله خرافي. وهنايا كاين التواليت حاشاكم هنايا، وفي هاد البلاصه ديال عاملين الحوض فين تغسلوا الخضر ديالكم. المهم داك السيد كيغسل الخضر ديالو، بغيت نقرب نسمعه. حبيت البنات حبيت. شوف كلاهي دالي بهادي. صاحبتي جات. هلو ها اخيرا جاو وشالو هنايا الديوان الصراحه، ورجع منظر مزيون. وهاد اوكي كو يو جو فيرست. هادي صاحبتي هزه ولدي، وهاديك صاحبتها هزه بنتها ديال هادي. شوف دابا صاحبتي هزه بني وصاحبتها هزه بنتها، ولاد اخرى كيتمشوا. خليني كيشوي شي حاجه ما عرفتش شنو هي هاد، ما عرفتش شنو الحيوان. بنات وصلنا للبلاصه. شو هاد قبل على الجوده؟ صافي جوده ولا نبقى نهضروا عليها؟ سيلفي الايفون 60 اتش دي دائما. الو حنا وصلنا، اختارينا هاد البلاصه هادي نجلسوا فيها ياكو. ولتحت عاملين فين كاين ديك الديوان بزاف، كاين الكليسه اللي وريتكم قبيلات ولا تنجي حدا الضو. يعني كاين واحد الضو في الارض، كاينه واحد الكليسه تمايا زعما اذا بغيتو كتعادلوا الخيم ديالكم هنايا، واذا بغيتو تمشاو دوت تمايا كيعملوا حفلات وكذا وكذا، اذا بغيتو تهدوا تونسوا. راه حنايا ثلاثه العائلات و المهم كلشي شينوي الا انا. ودابا غادي نعدلوا الخيمات ديالنا، غادي نصور لكم الاجواء وكلشي. صراحه اول مره نجربها وكنحس كل ثانيه كنحس راسي بحال متحمسه لشي حاجه جديده. وصافي انا نوريكم منظر فريمون كيحمق.
جايز هذه الاجواء هنايا. عرفتوا حتى التليفون في الرينج لايت وحق الرينج لايت ما مشعولاش حاليا، ما كاينش انستالاسيون الضو معني بلي نشعله صوت قبل على الكواليتي، ولكن مزيان اللي ممكن في الضو. يلا تشوفوا الاجواء على حقين، انت حنايا هنايا في الظلامين فهمتي، تحسوا راسكم بحال معانا. اي فوالا صراحه هذا صوره، ولكن البرد بالرجوله. الو البنات، هذوك فرشوا الخيمات ديالهم، هذوك الناس ماشي معنا غير حدانا وصافي، حق بدينا في نفس الوقت. هادو الخيمه اللي وصل، كل خيمه كبيره اصلا لمبي بالحق كل وحده الديكور ديالها. فهمتي هادي شكون عامله هادي؟ واقيلا هذا هو مول الخيمه الراجل صاحبتي هادي، وحنايا انا وخو انا نشوف هادي تاع هادي كبيره، والعروج معناهم تمايه مع بعضياتهم شفتو، ولدي وبنته ولد اخ سو كيوت. وصافي باقي غادي نفرشوا الخيمه الثالثه، وهادو جاوا اللي جابوا لنا الماء ضمون داو الماء، وديك بوطه صغيره وديك الشيء باش نطيبوا هنايا. صراحه نبقاو جوج ليلات، انا صحابي ليله وحده دابا جوج ليلات وصافي. وسط الخيمه قاصه كنكمل الفيديو ان شاء الله. ويلي ويلي ريشتي كتريش لي ابني، شبرت له الشعيوار ديالو مع دالي هنا باقي ما تسدلوش، كيكون باقي صغير شبرت له الشعيوار تسمايا وجراته. يا الحبيب يا الحبيب قلبي حرقني ياك ياك الخوي شويه صلعنا ما عندها شعيوار قوي شو زاد العور هنا ابعد لبا الواحد ديالي واحد صاحبتي وجوج ديال صاحبتي صاحبتي شو دالي كان كيلعب هنايا وكيغوت فهمتي كيسطعني كروني وكيبزق زيزقات كيطلق، وهي مسكينه شافتني كنخدمي فوق هاد اللعيبه ديال دالي جابت لي طبله والضم عطاتني مسكينه كلشي ودات لي دالي، قالت لي جلس ترجم على راحتك. دابا نجلس نترجم تمايا من الصبح يربي حنا علينا. هنا عطلو هاد البلاصه هادي باش ياكلو، ودابا كيشوفوا لي فين نسخن السوبا ديالي. راهو زخوان، هو كيغسل لي واحد اللعيبه باش نسخن فيها السوبا ديالي. هما جابوا لي الحمد الحاولي سخنت الحريره ديالي ياكلو، وهما غادي ياكلوا النودو بديك الصلصه ديالو صافي. وانا غنمشي حدا دالي باش لا طاح الله يستر وقع شي حاجه، بعدا نكون حدا بعدا ما يوقع له والو فهمتو. نبقاو جالسين نصدق يطيح شوب سيكس وغادي نغسل وجهي انا من الميك اب هو اول حاجه، وغنتغدى باش نصلي المغرب ولا العشاء، الحاجات الاخرى صليتهم بالدار الحمد لله. هلو جايز، دابا عاد فقنا وخرجت من الخيمه ديالي ومجمعين. كان انا عاد فقت وما فاقوا بكري صراحه، في الليل طاحت الشتو عاد حنا في الخيمه وديك الصوت الشتو مو واحد الجو مزيان. ماشي كلشي فاق بكري في حدا دائما، فاقوا معطلين شويه على حسب في الصين كيفيقوا 7 6 الصباح، لا اليوم كلشي فاق تقريبا في 10. انا بوحدي اللي فقت معطله الصراحه، الجو فني وانا كيحمق، وديك بنيته صاحبتي قالت لي الجو مزيان والالوان صبحهم تناسق مع بعضياتهم. قال لها زخوة انا راجلي قال لها في المغرب دائما عندهم هيدا زعما عندهم الجو مزيان، حتى انا في تشانغدو اغلبيه كيكون مغيم. عاد فقت انا اغلبيه كيكون مغيم على داكشي ما كيصحش نهار بحال هيدا، كتجيهم غريبه عجيبه. وصافي انا نوريكم الجو كيف الصباح اليوم.
دابا غنمشيو نشوفو شنو سميتها هادو الديوان اللي كانوا كنتي كتلقى الديوان هنايا في الارض محطوطين حنا كتهز كتعلقو من داخل الخيمه وديك الشيء كاين بزاف د العائلات هنايا كنا لك طونوبر ياكو هادشي تفهم قلت انا كلا كثرت ولدي حاضين وجينا للسوق السوق هنايا كاين قريب من هاد البلاصه هادي باش نتسحروا على حساب الغدا والعشاء ان شاء الله الجو مزيان دخلنا من هاد الداخله هادي المهم انتوا كتشوفوا الحوانت في السوق فيه كلشي فهمتوا بحال المدينه الناس اللي كيخيموا قرابين تعرف ما يشريو من حدا ديك البلاصه اللي مخيمين فيها يجيو للسوق حسن هذا السوق فيه كلشي البلاصه اللي مخيمين فيها تاع غير السوبر ماركت هادو الديوان او احلى شعبيه فكرت دي حومات الشوك حق حومات الشوك مزيونه احسن من هنايا انا اللي توحش السوق تاع حومات الشوك قسما بالله جاي نشري لحمد البقر وراه فينا في ديك الغوز ديال راه ديك لحمد الخنزير اشري لحمد البقر حيت عارفني انا مسلمه فهمت ولكن هي واخا داك ما ناكلاش انا مرات كناكلو صافي حتى طيبه مع البطاطا هنا كاين حويجات اللي نزال حويجات لولدو كاين بانطوفات انا بالداخل ما كاين كلشي راه كاين ناس عايشين هنايا فهمتوا اي مرحبا شحال واحد في المغرب قطروا مجنابي هذا السوق اللحم اغلبيه الخنزير كتلقى خلونا واقفين بواحد القول وقالت لك دقيقه وتسناو انا مشيت جابت السوق كامل انا ملي خرج معاهم انا زاد كيدخلوا صلاح حنا يدينا غير ولادنا وزيدنا هاتي نوريكم تما الاجواء مزيانه صراحه في حر ميلاد في طنجه الشوا كلشي كيشوي راني ماشي كلشي كيشوي الحلو ف كاين كيشويو الحمد الحولي المهم اجواء فنه بزاف ماشي غير شويه والله الا كتحمق توجع عندي عطاني توتا كيوا شي هاوتشو دابا كاين دا نقدر نوريكم هذه الخيمه ديال مول الخيامي صاحبتي وراجلها وبنته وهذه ديالي انا وزخوة ان ودالي انا لكم خيمه كش عندنا دابا كاين دا نقدر نوريكم كاين تمن داخل صراحه بنت بلاصه بينا داخل حيت في الليل واحد البرد خايب شحال البطانيات مع ذلك كاين البرد هنا جليسه في الوسط وتما هي فين بيسي والحوايج الصلاه ديالي وصلي كنصلي هنا الكوزينه الطياب فين كيطيبو وحتى صراحه فلي كنا جلسنا ناكلو تمايا و تمايا عملنا لعبه وصغارين كيلعبو وهاد الجليسه فين وريتكم العائله طاني توت وهذه الخيمه ديال صاحبتها صاحبتي هي ورجلها وجوج وليداتها انا هاد التحت نوريكم فين كنغسلو الخضره راه هي ديك بنتي كتغسل الخضره صاحبتها صاحبتي هنايا كاين هاد فين تغسل الخضره راه تما في التصويره كاين وكاين تواليطات حاشاكم ها هي فين كتغسلوا الخضره تواليطات انت سيزمي او ديما صحه الناس بزاف هاد الجهه هذا كاين تواليط البنات كاين تواليطات ياك تواليطات عاديين وهنا كاين ديال التدوش هنا في البارح وريتكم كنغسل وجهي كاين الماء سخون ديال التدوش هنايا اخرين تواليطات عاديين خلاص هنايا الناس هما مجمعين صراحه البارح ما كانش بزاف
عاتاني الجو تبدا مشات الشمس مره والجو كيرجع في الكري هنايا دائما يمكن شي كيحمق شو على حال عاملين الرينغ لايت معلقه عليها الحوايج في الاخر ما حسيتش الصراحه دابا نتغداو هادي وين خصني ندوز راجل شرب بزاف الخبيزات وديت واحد الخبيزه ليلي اينو هادي بطاطا ولحم وخز بنينه بزاف راجلي كان كيطيبها في المغرب حمد بقار اوكي كاين دابا كاين اللي كيلعب دابا مول الغدا كاين اللي كينعس صراحه حنا كلشي نعس اغلبيه غير العواو كما كتشوفوا كيلعبوا كسوالكم راه اللعيبه ديال الناموس صافي Saturday today. Yeah. بنات شوف شحال الدنيا عامرة أراضينا بزاف شوف الخيمة تقيلة صغايص بحال الجيران حنا نمشيو ليه نمشيو تمشى نمشيو ليه كاين شي واحد نهار كامل كيصور كتمشى عندو نقول له عطيني فيديو ديال صورتي من الفوق حد ناس حيت اليوم السبت فهمت كيجيو اليوم السبت حد غادي يدوز نهار كامل هنايا العشية تلقى كلشي ماشي بحال راه حنا ملي جينا كانت الدنيا خاوية إلا تشوف شحال ليها 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 بحال ملي كنكونو بحال كيكونو باراسولات حدا بعضياتهم الدنيا عامرة صراحة أجواء مزيونة زعما شي واحد فيكم لا جاتو الفرصة ديال هايدي يجي لهنايا يبات ولا شي حاجة ماشي هنايا زعما حتى في المغرب غير جربوها واعرة بزاف الصراحة البار عندو لكم تشوفوا البار انا هنا كاين على حساب القهوه كيعرفوا واللي هنا فين غادي نوريكم قاسي كيغنيو اغاني ديال الاطفال الصغار وشوفوا شحال الناس كاينين بالكبار بالصغار الصغارين بزاف الصراحه شي عيل صغير راه هو في قاسي كيغني لا بار حال هذا صافي هذا هو البار Which meat? Pig? Juro. Juro.
واش تشري تما؟ What is this? Oh, you can eat it. I can eat it. Yes. Sweet. I need to sweet. Good. It's good. I need to limon. I need to sweet. Try. You can try. Okay, I will try. Just try. شوفوا كنجمعوا كل واحد كيجمع كيفصح الخيمات ديالو صافي ماشي بحالنا البنات.